من روسيا العربية، وشرف لي كبير جدا أنني أكون سفيرة الأمم المتحدة للفنون. فاليوم تعطيتني الفرصة كذلك أنني أكون سفيرة الأغنية العربية، ولو أن الناس طبعا أكيد مولفة لطيفة في المغربي، لكن من واجهي اليوم أنني نقدم شي حاجة لكوكب الشرق أم كلثوم. وكان هذا طلب من المسلمين من مصر I'm not afraid.
Oh.